بيانات المعلومات حق خالد؟ نعم. خالد انت عارف انه قريبك حمود عندنا في التوقيف؟ نعم. وعارف ليش؟ نعم. وانت انقبض عليه وانت كنت معاه صح؟ صحيح. طيب هيا دحين ابغاك تحكي لي القصة من ساعة ما خرجته من الألف للياء وبالتفصيل الممل. قول. احنا طال عمرك كنا في شو اسمه في الحراج انا وحمود، جانا واحد يبي يبيع عفش بيت. وقف وقف، انا ما اقول لك بالتفصيل الممل. ايوه طال عمرك انا بس يعني توني ابغى يعني ابغاك تفصل الكلام اللي تقوله كلمه كلمه. اسمه ايش؟ شكله ايه؟ لونه ايه؟ فين ساكن؟ فين راح؟ فين جاء؟ حتى الاماكن اللي رحتوها والشوارع تفصل لي اياها وتقول لي اسمها. يلا. سمعت ايش قال لك؟ نبغى ادق التفاصيل. حكينا الحكاية من الألف للياء. الراجل شكله إيه؟ ملامحه؟ اسمه؟ وين رحته بعدها؟ احنا طال عمرك كنا في الحراج أنا وأخوي محمود، أخوي ولد خالتي حمود، ولد خالتي طال عمرك عنا عيال خالة أنا وحمود. إلا أقول لك قبل ما تبدأ أنت. أنت ما تحب الرياضة؟ لا ما أحب الرياضة، كيف الكلام؟ حمود اللي قال لكم كلام هذا. ما لكم الحمود، سيبك من حمود، اقول لك انت. الرياضه تحبها ولا ما تحبها؟ طبعا احبها. كيف ما احبها؟ ما في احد ما يحب الرياضه حق الله يسلمك. احب الرياضه الحقيقه وخصوصا اذا كان يعني اذا كان الهلال موجود. هلالي انت. هلالي. الا قل لي المباراه الاخيره ايش صار فيها؟ والله يعني الحقيقه يعني عفسنا الحكم والله العظيم. الامور كانت يعني ممتازه بس الحكم يعني لا، ظلم اللي صار معنا. الحكم ظلمنا ظلم مو معقول. عندك اعتراض يعني؟ لا ما عندي اعتراض، ما عندي اعتراض، بس انا يعني اقول يعني طيب كمل كمل الحكايه كملها. وين وصلنا يا طول عمرك؟ احنا بدينا عشان وين وصلنا؟ عيد من اول من البدايه. اي نعم. احنا طول عمر كنت انا وحمود كنا في الحراج. حمود يصير ولد خالتي، يعني امه وامي خوات. انا ايه فاقول لك يوم احنا قاعدين في الحراج مع حمود ومعنا دباب، حمود وولد خالتي معه دباب. فجانا هذا ابو ناصر مو بطويل، لونه كذا فيه اسمر شنبه شوي فيه بياض. شو اسمه ابو ناصر؟ ابو ناصر اذا ماني واهم اسمه احمد محمد بن صالح بن ناصر محمد الاخير، ماني متاكد بس اللي انا عارف انه ابو ناصر رجل ابن حلال ولا ازكيه، هذا الانطباع الاولي الله يطول لي عمرك. فقال لنا اول ما دخل قال السلام عليكم، اول كلمه قلنا عليكم السلام، شلونكم؟ قلنا الحمد لله. قال انتم شغالين في الحراج؟ قلنا نعم. قال تكلم كلام زي يعني السوق شلون السوق. طيب وش اللي حصل بعد كذا؟ يعني قال عندي عفش للبيت ابغى ابيعه. قلنا احنا تخصصنا في العفاش، ما قلنا العفاش، قلنا العفوش او العفش. طيب يعني زي الكلام، ما اذكر بالضبط نص الكلام لكنه قال عندي عفش ابيكم تجمونه للبيت ابي ابيعه. قلنا خلاص نبي نمشي معك الحين. فمشى هو قدامنا وانا وحمود، وحمود يسوق الدباب وانا وراه. معليش شوي انا مرتبك لانه اول مره انا نحط بهالموضوع ويمكن ما اقول الموضوع بشكل دقيق، لكن يعني انتم فيكم البركة والعافية تعرفون الواحد من المهم وصلنا طال عمرك للظهيرة، شارع هو بيته في شارع الظهيرة الله يطول لي عمرك. إذا جيت شارع الظهيرة تلف في شارع صغير، وفي هذا في الزاوية في كان حق غاز. إيه اسطوانة غاز. كان أنا هذا اللي لمحته أول ما دخلنا، لمحت فيه اسطوانة غاز يوم دخلنا وقفنا عند البيت اللي في الظهيرة. شارع الظهيرة كان بيته الرجال اسمه أبو ناصر.